الحمد لله، هذه كل المجهودات كان لها ثمار، حيث حصل البنك الأهلي عدة جوائز. أكبر جائزة هي تكريم خادم الحرمين الشريفين للبنك الأهلي لدعم القطاع التعليمي، وأيضا هناك عدة جوائز حصل عليها البنك، أبرزها جائزة التنافسية المسؤولة اللي بتقدم من خلال الهيئة العامة للاستثمار. فاز بها البنك الأهلي من 3 سنوات 3 مرات، بالمركز الأول السنة الأولى والثانية، والمركز الثاني السنة الثالثة. أيضا هناك جوائز أخرى مثل جائزة الأمير محمد بن فهد للمساهمات في مجال البر، وأيضا مثل جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز لدعم شباب الأعمال، وجائزة الشرف الكبرى ضمن جائزة الدكتور عصام قدس للإعاقة البصرية. أيضا نحن نؤمن، أخذنا على عاتقنا منذ بداية المشوار، إنه البنك الأهلي يجب أن يقوم بدور في توعية المجتمع، في توعية أصحاب الفكر وأصحاب القيادة بأهمية المسؤولية الاجتماعية ومدى تأثيرها الإيجابي في تنمية الوطن. لذلك قمنا بعدة نشاطات، أو يعني هذه تعطي مثال. رأس الهرم رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي يقوم بجولات، يخصص جزء من وقته ليقوم بزيارات لأصحاب الرأي والقيادة في المجتمع، ويتحدث عن المسؤولية الاجتماعية وأهميتها. زيارة لوزير المالية لسمو الأمير وفيصل بن محمد، وزير التعليم، وزير الصحة، وزير الشؤون الاجتماعية، كل هذه الزيارات كانت تصب في هدف واحد، وهو التحدث عن المسؤولية الاجتماعية. أيضا من واجبات الشركات الكبيرة أنها تعرف بمواضيع المسؤولية الاجتماعية للمجتمع. هذه بعض الجهود اللي بيقوم بها البنك الأهلي، إصدار تقرير غير هادف، يعني غير مالي، لا يتحدث عن الأرباح، يتحدث عن مساهمات اجتماعية. أيضا هناك عدة مبادرات، مثل مبادرة عمل أول دراسة عن المسؤولية الاجتماعية في المملكة، تتحدث الدراسة هذه تقيس ما رؤية المواطن السعودي، إيش رؤيته، إيش هو، كيف ينظر إلى المسؤولية الاجتماعية، يهمه ولا ما يهمه. فهذه الدراسة يعني يمكن للجميع أنه يعملوا لها داونلود من خلال موقع البنك الأهلي. أيضا عملنا دراسة عن نظرة موظفي البنك لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، لأنه لابد أنه أيضا الشركات تبث هذه المعاني إلى موظفيها. خصصنا نشرة مستقلة تتحدث عن فقط المساهمات الاجتماعية للبنك الأهلي، وأيضا خصصنا موقع إنترنت خارجي وإنترانت داخلي للموظفين يتحدث أيضا فقط عن المسؤولية الاجتماعية. حقائق سريعة نختم بها: استفاد 367 ألف إنسان من برامج الأهلي لخدمة المجتمع خلال 7 سنوات الماضية، 166 مدينة وقرية تم تنفيذ برامج الأهلي لخدمة المجتمع بها، عدد شركائنا في التنفيذ وصل إلى 488 شركة أو جهة، عدد المشاريع المنفذة 3373 مشروع نفذ خلال هذه الفترة. شكراً لإصغائكم.